جيت انا. كم لجنة جت هنا قال ما عندناش فرانس. أعانكم الله موفقين إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. تم افتتاح اليوم في هذه الاحتفالية الكبيرة افتتاح قسم الأذن والأنف والحنجرة بعد توفير الأجهزة الخاصة بطب معالجة الأذن والأنف والحنجرة. اليوم كان بتشريف هذه الاحتفالية تم افتتاح هذا القسم لخدمة المواطن وخدمة المترددين نتيجة الاحتياج وعدم وجود أي قسم أذن وأنف وحنجرة في خط الوادي تقريبا. فكان اليوم هذه من اللمسات التي ربي منحنا بها وفتحنا اليوم العيادة ونتمنى الشفاء لجميع. الله سيتم تواجد أطباء إن شاء الله، سيكون السعي من أجل استجلاب أطباء لافتتاح هذه العيادة. ممكن يكون يتم الاستعانة بأطباء متعاونين، ولكن في القريب العاجل سيتم التعاقد مع أطباء داخل المستشفى.